ما تزال الاشتباكات مستمرة في الجهة الشمالية الشرقية، تحديدا شارع 50 الذي يعد أحد أطراف مدينة 7 يوليو. وبهذه العملية إشارة واضحة من المقاومة المشتركة للحوثي بأن اقتحام المدينة ليس بتلك الصعوبة، لكن حسابات الفاتورة الإنسانية المكلفة هي سيدة الموقف. على جانب التقدمات، أفاد مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية عملية تمشيط مستمرة في شارع 50 ومستشفى 22 من مايو وفندق قصر الاتحاد في مدينة 7 يوليو التابعة لمديرية الحالي شرق الحديدة. المواجهة هنا ليست لاقتحام المدينة، لكنها أحد فصول خطة إحكام الخناق على الميليشيات داخل مدينة الحديدة وتطويقها، كما يفرض التكتيك العسكري عدم ترك مجال لعمل كماشة عسكرية للقوات التي تقدمت صوب مدينة الصالح وشارع 90 شمالاً. وعلى صعيد التقدمات أيضا، ففي الكيلو 4 شارع صنعاء أحرزت القوات المشتركة تقدما في مجمع إخوان ثابت التجاري ومصنع يماني، وتم تأمين هذه الأماكن. وقد وزع الإعلام العسكري مشاهدا أولية لهذه العملية تظهر إحكام السيطرة عليها. من بوابة الحديدة الجنوبية تمت السيطرة على هيئة تطوير تهامة الموازية للمعهد الفني وجامعة الحديدة، ما يشير إلى أن التقدمات داخل المدينة تمضي بحذر شديد لاعتبارات إنسانية بحتة.